والحقيقة التشتت الواضح نعم الكتل الشيعية نفسه والإطار اللي يمثل الكتل الشيعية الذي فشل في جمع العدد الكافي لإجراء عملية التصويت على إخراج القوات الأمريكية من العراق، علما أنه سابقا كان هناك قرار عام 2020 من قبل البرلمان يفضي إلى إخراج تلك القوات من العراق، ولكن لم يفعل هذا القرار، علما أن هذا القرار هو غير ملزم على الحكومة بنفس الوقت. اليوم الكرة يضعها ساسة الإطار في ملعب الكتل السنية والكتل الكردية، بالرغم أنه العدد اللي يمثل الكتل الشيعية في البرلمان كافي على عقد الجلسة وعدم الاستعانة الأطراف الأخرى. من المؤكد أن الكتل الكردية لا ترغب بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وكذلك أغلبية من القوات من الكتل السنية بنفس الوقت أيضا شيء مماثل بالنسبة للكتل الشيعية. هناك كتل لا ترغب بالشكل السري على أقل تقدير على خروج العراق، هناك مصالح مشتركة، هناك مصالح اقتصادية، هناك مصالح سياسية. أصل وجود وقوة تلك الساسة الموجودين اليوم اللي يحكمون العراق هم بدعم دولي، فربما خروج تلك القوات من العراق قد يهلهل من وجودهم على سدة السلطة. الكثير رأيناهم شاهدنا المواقف الكثيرة التي نادت بضرورة وجود القوات الأمريكية داخل العراق لإحداث موازنات. هناك سيطرة إيرانية واضحة على الساحة السياسية العراقية، وهناك تدخلات أيضا من دول الخليج ومن تركيا وباقي الدول الإقليمية في المنطقة. نعم. طيب ذلك